نرحب بضيفي حلقتنا في البداية، انضم الينا السيد نور الدلو امين عام تجمع الاعلاميين الفلسطينيين في تركيا من اسطنبول. سيد الدلو مساء الخير. دعوات اذا لمقاطعة بعض القنوات العربية وبينها قنوات سعودية عقب هذا التقرير الذي بثته مؤخرا قناة ام بي سي. ما وجاهة هذه الدعوة وما دوافعها؟ أن مجموعة أم بي سي العربية وأخواتها منذ الطوفان وحتى من قبله لا يتركون شاردة ولا واردة في تشويه المقاومة الفلسطينية ووصفها تارة بالإرهاب، المخربين، ومدح وكيل المدح بشكل أو بآخر عن طريق دس السم في العسل للاحتلال وإجرامه. وبلغ السيل الزبا كما يقولون حقيقة في الآونة الأخيرة حينما وصفت القيادات الفلسطينية المقاومة بالإرهاب هكذا صراحة وبكل فجاجة. هذا الأمر يعني لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال، وبالتالي كانت هذه الدعوات لم يكن للمقاطعة ويعني حذف الاشتراك من بعض التطبيقات التابعة لهذه الشركة. على الأقل فضح هذه الإخباريات وهذه الجرائم وهذه العناوين حقيقة التي يعني لم تعد تنطلي على أحد، بل بالعكس تماما أصبحت مكروهة ومنبوذة من قبل الشارع العربي. وليس أدل على ذلك من أن وزارة الإعلام السعودية نزلت أصدرت بيانا قبل أيام في نفس اليوم الذي حدثت فيه الضجة بمحاسبة هذه القناة، كما قام الصحفي المذكور الذي أعد هذا التقرير بحذف أو ربما تقييد حسابه من على منصة إكس. وهذا كله نظير يعني الهجمة بين قوسين أو ردة الفعل من قبل الشارع العربي المناصر بطبيعته للقضية الفلسطينية، ويعني الذي يندد بكل ما يمكن يعني من مقومات للعدوان الإسرائيلي. الحقيقة المثير هنا مفارقة يعني لافتة سيد الدلو، أنه بعدما قامت به وزارة الإعلام بإحالة كما قالت، لا ندري الحقيقة لم نتثبت لأنه يعني عنصر الشفافية ليس إلى هذا الحد، يعني لا نستطيع التثبت فيما تقوله الجهات السعودية للأمانة. يعني الجهات السعودية تقول بأنها تحقق مع إعلاميين من قناة الأم بي سي لمخالفتهم هذه اللوائح والأعراف الإعلامية للمملكة، لكن يأتي الآن صحفي سعودي معروف بقربه من النظام الصحفي عبد العزيز الخميس ويثني على هذا التقرير ويقول بأنه يمثل وجهة النظر الرسمية، بل ويكيل اتهامات أخرى لفصائل المقاومة ويسيء حتى للدول التي قامت بإغلاق مكاتب يعني الأم بي سي، أكانت الجزائر أو العراق. نعم. من أصدق وأنباء الآن، الوزارة أم هذا الصحفي السعودي الذي قال بصريح العبارة أن هذه هي وجهة النظر الرسمية؟ سيد صالح، السعودي الرجل الذي ذكرته هو صدق تماما فيما قال. لا يمكن ولا تجرؤ أي قناة حكومية أو قريبة من الحكومة أو تمويلها بشكل أو بآخر حكومي في أي بلد عربي من مخالفة سياسة هذه الحكومة. نحن نعلم أن النظرية الإعلامية في الوطن العربي هي نظرية سلطوية إلى درجة كبيرة، وهي تسبح وتقول وتغرد برأي الحكومة والملك أو الرئيس، عاش الملك وذهب الملك ورحل الملك. الفارق هذه المرة أن الضجة كانت كبيرة لأن الحدث كان فائق يعني كما يقال الدهشة، وكان واضحا وجلي بشكل كبير جدا. الشارع العربي حينما يعني اهتز وانتفض وغرد وكتب وندد ووصل الأمر في الجزائر إلى سحب الترخيص، وكذلك في العراق، بل إن الأمر في العراق ذهب أبعد من ذلك كما يعلم الكل، وهاجم يعني البعض مكتب العربية، ونحن بالطبع لا ندعو إلى ذلك. هذا الأمر جعل ببساطة ربما يمكن القول الحنحناء للعاصفة، ليس أكثر ولا أقل، بدليل أنه في اليوم التالي صحيفة الشرق الأوسط والعرب وغيرها من الصحف القريبة والمدعومة من الشارع الخليجي بقيت على ذات النهج من التنديد تارة ومن التنكيل تارة ومن التخذيل اللي يعني وبس روح الضعف والهوان والهزيمة في نفوس مناصري القضية الفلسطينية. ما زال الأمر على ما هو عليه. يمكن القول أن الحل الوحيد هو في تفتيت هذه النظرية بشكل كبير، بمعنى لا نستطيع تغيير سياسة القناة كلها بشكل عام،
ولا نستطيع مجابهتها بهذا الأمر، لكن تفتيت المشهد وتحويله إلى جزيئات يمكن أن يجعلنا نواجه هذا الأمر. المقاطعة من جهة، إظهار زيف وعوار الصحفيين العاملين في هذه القناة من جهة أخرى، والرد على كل تفصيلة وكل شاردة وواردة ربما يكون من جهة أخرى، وأيضا الصمود وتوجيه ويعني تقويم هذا الأمر بتوجيه سردية مختلفة وحقيقة وأقرب إلى المنطق والواقع بالمناسبة، ولا أقول الخيال، لما يحدث في غزة وفي فلسطين بشكل عام. هذا ربما يكون أكثر وجاهة وحصافة من مجرد اتهام أو مجرد الهجوم أو مجرد سحب الترخيص. الوعي، بس الوعي في الشارع العربي والشارع الإسلامي هو أهم بكثير من مجرد هبة جماهيرية أو تغريدة هنا وهناك تنقضي بانقضاء هذه الزوبعة. من المهم بمكان أن يفهم الشارع العربي أن هذه المعركة معركة طويلة، وكلما امتدت هذه المعركة وتوسعت ازداد التلاحم كل إلى الجنب الذي يريد. طيب ما هو الهدف يعني وراء هذه المقاطعة؟ هل يعني إجبار هذه القنوات على تصويب بوصلتها، وأيضا إرسال رسائل إلى المعنيين بالأمر كانوا إعلاميين أو سياسيين في 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 في, في السعودية، أم التخلص من هذه القنوات ومما تبثه من إساءة فجة أحيانا للمقاومين ومن يدفعون أرواحهم الحقيقة دفاعا عن هذا الوطن وهذه المقدسات؟ كل ما ذكرته صحيح أستاذ الكريم، كل ما ذكرته صحيح من هذه الأهداف، لكن بتقديري الهدف الأساسي من هذا الأمر هو بس روح الوعي في الشارع العربي، عدم استقاء المعلومات الحقيقة الأخبار من مثل هذه القنوات. قبل أيام فقط من إصدار هذا التقرير كانت هناك صحفية من قناة العربية تجول في أروقة الشارع اللبناني بحماية الدبابات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية. لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمثل هذه التقارير التي تمتضي صهوة الدبابة الأمريكية أو الدبابة الإسرائيلية ونستقي منها. مقاطعتها نعم قد يكون هدف، مجابهة الرواية برواية أكثر صدقا وأكثر حصافة قد يكون هدف، الضغط على مثل هذه القنوات بأن ما تصدره للشارع العربي غير مقبول بأي حال من الأحوال قد يكون هدف. لكن الأهم من هذا كله في تقديري هو أن يكون الشارع العربي، المثقف العربي، المشاهد العربي، الجمهور يميز بين الغث والثمين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى هذه النتيجة إلا حين نظهر عوار مثل هذه الأخبار ومثل هذه القنوات التي تبث السم في العسل وتحاول أن تلوي عنق الحقيقة بمنطق أعوج غير صحيح وغير صادق. طيب نحن الآن الحقيقة أمام مسؤولية مزدوجة إنجاز القول، يعني هناك يعني مؤسسات إخبارية، هناك رئيس مؤسسة، هناك فريق تحرير، هناك صحفيين محترمين ويفترض أنه لديهم رأي في هذا الذي يتم بثه في هذه الفضائية كانت NBC أو غيرها، وهناك أيضا جهة سياسية تقف خلف هذه المؤسسة. من الذي يتحمل أكثر مسؤولية هذا الخط المسيء للمقاومين والذي الحقيقة يتماهى إلى حد بعيد كما يقول البعض مع سردية المحتل؟ كل من يعمل في هذه القناة يتحمل المسؤولية. نعم صاحب القرار الأول والأخير هو مالك هذه القناة وممولوها، ولكن حتى الفراش الذي يعمل في هذه القناة يتحمل المسؤولية. لا يعني بأي حال من الأحوال أن تعمل في هذه القناة وأن يوصف الشهداء الفلسطينيون في غزة بأنهم قتلة. لا يمكن أن يوصف دولة إسرائيل بأنها دولة تدافع عن نفسها وتقبل أن تعمل في مثل هذه القناة تحت مظنة لقمة العيش. لماذا إذن الكثير من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، في عشرات من القنوات الإعلامية الأوروبية استقالوا وتم طردهم من وظائفهم، وحتى في القنوات العربية ونحن نقبل على أنفسنا لقمة مغمسة بالذل والهوان؟ أقل القليل الذي يمكن أن يقدمه الصحفي الإعلامي العامل في مثل هذه القنوات الاستقالة. قبل قليل، قبل أن أخرج على شاشتكم الكريمة، كان أحد مدربي كمال الأجسام يريد أن يخرج أو دعوه للخروج على أحد البرامج في قناة NBC، كتب بوست على صفحتي على فيسبوك أنه رفض الخروج واعتذر مقاطعا هذه القناة. كل واحد، كل كاتب، كل إعلامي،
كل مفكر، كل عامل في مثل هذه القنوات يجب أن يراجع نفسه. إذا لم يجد أحد يقبل بمثل هذه السياسة التحريرية التي تتماهى إلى حد كبير أستاذ صالح، حتى لا تتماهى، أنا أريد أن أقول حتى التوأمة مع القيادة الإسرائيلية، ماذا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك؟ إذا لم يدرك طائرات ولا دبابات ولا صواريخ، لديك لسان، لديك عقل، لماذا على الأقل لا تترك مثل هذه القنوات، أو على الأقل ترفض هذا الأمر؟ والله هو الرازق، والله سبحانه وتعالى يعني لن إذا ما ترك شيئا لا عوض الله بأحسن منه، هذا أقل قليل. وبالتالي إذا لم نستطع الضغط على رؤساء هذه القنوات، رؤساء التحرير وحتى مالكوها، أنت يمكنك أن تقوم بفعل ما حتى وإن كان بسيطا، ولكن نترك الأمر كما هو ونقول أنا العبد المأمور، تصل إلى الحال الذي وصلنا إليه من ذل وهوان. الأستاذ نور الدين الدلو، أمين عام تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في تركيا، كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر.